كبير لزعيم نفس المدينة ولشعبها ولشهدائها. واليوم تستثمر المنازلة وبؤرة المقاومة ضد الاستغلال. الدفاع عن فلسطين، كل فلسطين، أراضي فلسطين، فلسطين على من يموت الآن وفي كل لحظة. فقط نريد تحية. حبينا نشكر جنوب أفريقيا من خلال سفارتها، من خلال تكريم السفارة جنوب أفريقيا اللي عملت اللي ما تنجموش تعملوا حتى دولة عربية إسلامية نجمت تعملته، من أجل أولا وقف إطلاق النار، لأنه قاعدة ناس لليوم قاعدة تموت في فلسطين. جنوب افريقيا التي تشكل قوة معنوية هائلة.